أول ما أتيت إلى تركيا وأول كلمة تعلمتها في تركيا غالبا هي كلمة فار، حيث كنت مع أحد أصدقائي ويعمل في التجارة، شخص تركي يجيد العربية، فكنت أحيانا أجلس معه في محله فيأتي إليه الزبائن فيقول بندان فار، بندان دفار، بودفار، بودفار، فار فار، ولكنه كان من مدينة أرزروم فكان يقول وار وار بالواو بدل الفي، لهجتهم هكذا. وإلى الآن عندما أتحدث من دون قصد لا أنتبه إلى نفسي فألفظ الفي و حسب لهجتهم. فار، سنتحدث اليوم عن 7 معاني واستخدامات هذه الكلمة المهمة جدا التي تتكرر في أكثر الجمل التركية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعت لكم اليوم 7 معاني واستخدامات لكلمة فار، فهل تعرفون معاني واستخدامات أخرى لهذه الكلمة؟ إن كنتم تعرفون معاني واستخدامات أخرى سوى هذه الاستخدامات فاكتبوها في تعليق وأنا أنتظر تعليقكم أو تعليقاتكم. كلمة فار استخداماتها الأساسية استخدامين، المستخدم الأول، الاستخدام الأول موجود، الاستخدام الثاني الوصول، عندما نستخدمها كاسم يكون المعنى موجود، أربا فار، كتاب فار، دفتر فار، يوجد سيارة، يوجد قلم وهكذا. وعندما نستخدمها وصول بلاحقة عندما نستخدمها ونضع لها لاحقة الزمن يكون المعنى وصول، مثلا فاريور يصل، فاراجاك سوف يصل، هنا وضعنا لها لاحقة الزمن، نزمان ورجاك متى سوف يصل وهكذا. الآن نأتي إلى المعاني والأمثلة. المعنى الأول كما ذكرنا يوجد وموجود، ذكرت على هذا مثالين. المثال الأول إفدا هير شيء مفجود، هير شيء فار، كل شيء موجود في البيت. طبعا نستطيع أن نقول مفجود يعني موجود، كلمة موجود كلمة تركية عربية. المثال الثاني فار جوجيلة تشالشيور، يعمل فار جوجيلة بكل قوته، هنا فار بمعنى كل، فار هزيلة جيديور يذهب بكل سرعته، هنا فار موجود طبعا، فار جوجيلة بقوته الموجودة يعني بكل قوته بكل طاقته، فار جوجيلة، فار جوجيلة تشالشيور. المعنى الثاني كما نقول بالعامية عالطالعة والنازلة دائما، فارسا يوكسا، فارسا كزي يوكسا كزي، oğlunun yüzüne baktığı yok. طالع والنازلة بنته، لا ينظر إلى وجه ولده أبدا، دائما ابنته، لا ينظر إلى وجه ولده أبدا. varsa kız، var في يوجد، سا إذا، إذا يوجد، yoksa إذا ما في، هذا المعنى الحرفي لكن المعنى المعنى في الاستخدام يعني دائما. varsa kız yoksa kız، مثلا نقول varsa yemek yoksa yemek، دائما نتحدث عن الطعام. varsa kız يعني إذا كنا نتحدث، إذا كان شخص يتحدث عن شيء دائما فنقول فارسا كذا، مثلا فارسا بارا يوكسا بارا، باش كبير كنودان بحسيت ميور، مثلا دائما يتحدث عن المال أو هكذا. المثال الثالث أو المعنى الثالث هو عند، عنده أو هو صاحب كذا، مثلا راح تزئت مك استمام همدا إشيم فار، الآن فار يوجد بمعنى عندي، إشيم فار عندي عمل، أربام فار عندي سيارة، دائما لما نستخدم فار مع ضمير شخص باندا، أربام، أربان، أربس وهكذا، فار يوجد، إذا عنده، إذا لا أريد الإزعاج، عندي أيضا شغل، أنا مشغول، إشيم فار. المعنى الثالث أو الاستخدام الثالث تستخدم فار مع الأشياء المملوكة يعني ملكي. elimizde alınan أو elimizden alınan şeyler bütün varımız ve bütün varlığımız var mülkiye bütün varımız كل ما نملكه bütün varlığımız varlık ماذا نقول عنها؟ نقول الثروة، بطن وارلمز جميع ثروتنا، إذا ما أخذ منا هو كل ما نملك وكل ثروتنا لا قدر الله. إليمزدان ألنان شيلر، إليمزدان ألنان شيلر الأشياء المأخوذة من يدنا يعني منا، بطن وارلمز كل ما نملكه وبطن وارلمز وجميع ثروتنا. المثال الثاني كما نراه هنا ترونه الآن أنتم، varını yoğunu fakirlere dağıtmış، fakirlere dağıtmış وزع، dağıtmış على الفقراء، fakirlere varını yoğunu كل ما يملك وما لا يملك، إذا var ملكية هنا، varını yoğunu dağıtmış وزع كل ما يملك. أيضا نقول varlıklı bir adamdı، bir adam رجلdı كان، كان رجلا varlıklı يعني صاحب أملاك كثيرة يعني ثري، إذا وارلك ف
ثروه varlıklı ذو ثروه يعني ثري varlıklı bir adamdı كان رجلا ثريا senin baban varlıklı bir adam mıydı هل كان والدك رجلا ثريا المعنى الخامس عندما تاتي كفل تستخدم بمعنى الوصول نقول نريا فارا جاكسون إلى أين ستصل؟ ممكن شخص يتحدث ويلف ويدور ويعطينا مقدمات فنقول له إلى أين تريد أن تصل؟ ما هي الفكرة التي تريد الوصول إليها؟ نقول له نريا فارا جاكسون أو شخص مثلا يقود سيارة نقول له نريا فارا جاكسون إلى أين ستصل مثلا إذا تستخدم للوصول المادي وللوصول المعنوي الجملة الثانية المثال الثاني أنجاك أكشام إذا فارا بيلدم أنجاك أكشام فقط في المساء إذا ورا بيلدم استطعت الوصول إلى البيت يعني لم أستطيع الوصول إلى البيت إلا مساء أنجاك تأتي بمعنى لم يفعل كذا إلا كذا فقط في المساء استطاع الوصول إلى البيت أو استطعته أنجاك أكشام إذا ورا بيلدم المثال التالي ياشو إليا وارد ياشو ياش عمر ياشو عمره إليا وارد وصل وار د وصل إلى الخمسين إليا وارد المثال التالي أو هو ديم أو قالب نقول إلي واريور يده تصل بمعنى نقول بالعامية إيده واصلة بمعنى عنده واسطة أو هكذا الأمر الآخر أيضا هنا بمعنى الوصول إش دوشمية قدر وارد إش دوشمية دوشمية قدر وارد إش وارد الشغل الأمر وصل الأمر وصل دوشمية قدر حتى الاقتتال وصل الأمر إلى الاقتتال المعنى والاستخدام الخامس هو بمعنى شكرا بمعنى فلتحيا وارول وار أول كن موجودا هذا المعنى الحرفي لكن تستخدم بمعنى شكرا وأستاذي دائما يقولها لي فارول فارول نعم استخدمت استعجبت تعجبت كثيرا أول ما سمعت هذه الكلمة فارول كن موجودا بعد عرفت أن معناها بمعنى تعيش وتستخدم بمعنى شكرا آخر شيء عندنا حكاية جميلة جدا أو مثل على شكل حكاية جميل جدا طبعا فار مش تستخدم في الحكاية كان في الآن المثل اللي عندنا درتسيز بير كباك وارمش كان يا مكان في قديم الزمان درتسيز بير كباك وارمش كان عندنا كوساية درتسيز درت هم درتسيز بير كباك وارمش كان في كوساية ما عندها هم والناس بيتركوا الإنسان بدون هم ولا دائما بيركبوا الهموم على أكتافه درتسيز بير كباك وارمش onun da başını kesip içini oymuşlar كان في كوساية ما عندها هم مسكوها قطعوا رأسها وقاوروها يعني لن يتركوك مرتاحا بل سيعملون على قطع رأسك وعلى نبش ما بداخلك إذا درتسيز بير كباك وارمش كباك الكوس هاي أنون باش لأن أنون دا هنا في خطأ أنا أخطأت في الكتابة إذا أنون في بينها وبين دا فاصلة أنون دا دا يعني أيضا هنا أنا أخطأت في الكتابة يجب أن تكون أنون دا أصلحها الآن ما رأيكم بإمكاني أن أصلحها وأمامكم في الفيديو طيب نصلحها هذه هي نقول له ضع لنا فراغ أنوندا هكذا هكذا صار في فراغ ما شاء الله علي كم أنا ذكي ما بصير واحد يمدح نفسه ما هيك إذن أنوندا باشنو كسب باشنو رأسها يعني قطعوا رأس الكوساية إتشيني أوي مشلر أويمك الحفر يعني إيفت وأيضا تستخدم بير فارمش بير يوكمش كان يا مكان هذه الاستخدامات السبعة لكلمة var أظن أو أعرف أن هناك استخدامات لمعاني قريبة من هذه الاستخدامات إذا كان في بالكم استخدامات أخرى لكلمة var أو جمل جميلة فيها كلمة var مثل هذه الجملة درتسيز بير كباك varmış onun da başını kesip içini oymuşlar أليس كذلك؟ نعم içini oymuşlar أتمنى لكم درتسيز بير حياة حياة بلا هموم مثل بير حياة حياة سعيدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.